طبيعي انه يحصل توتر ويحصل خوف من المستقبل وقلق مستقبل بيكون عند الناس، لان الانسان عدو ما يجهل. فطول ما احنا مش فاهمين ايه اللي جاي وطول ما احنا مش فاهمين ايه الموضوع، اكيد في قضية الكورونا بالذات بيبقى الواحد حاسس دايما بقلق، حاسس بتوتر، انك مش قادرة تعيشي حياتك الطبيعية، اليوم العادي انت مش قادرة تعيشيه بشكل طبيعي، انك يعني حتى تشربي وتاكلي بأريحية. كل الامور دي اكيد موتره، انك عايزه تزوري ناس وعايزه ناس تجيلك بس مش عارفه يعني تقومي بالموضوع ده على اكمل وجه او تؤديه على اكمل وجه، ليه؟ خايفه طبعا من العدوى، فده شيء طبيعي. الحاله النفسيه دلوقتي اللي موجوده بين الناس عموما، في ناس عندهم الموضوع دخل في حاله من الهلع والخوف والرعب، وفي ناس تانيين دخل الموضوع عندهم في حاله من اللامبالاه، اللي هو خلاص بقى يعني احنا هي موتة ولا اكتر، هو احنا يعني ايه المشكله لما يحصل لنا كده؟ هم مش عارفين تبعيات هذا المرض، وانه حتى بعد ما يتعافوا منه هيبدا في كمان مشاكل صحيه تظهر بعد كده، زي ارتفاع نسبه التجلط في الدم. اللي احنا عايزين ناكد عليه انه زي ما حضرتك تفضلتي من شويه وقلتي لي انه في كمان النهارده اعلنوا ان في نسب كمان بتزيد اكتر، فده بسبب ان الناس تهاونت والناس بدات تزهق من الالتزام، والانسان بطبيعته يعني يحب او يميل للراحه والاستسهال. فموضوع ان انا التزم بكمامه والتزم بتعقيم والتزم بتطهير دائم، ده بيعمل ارهاق عند الانسان. واحنا اصلا يعني معلش برضو كشعب ثقافتنا في موضوع النظافه ده يعني كان ليها فلسفة تانية خالص، يعني حتى انه كان في ناس اول ما ظهرت الكورونا تقول لك انه الشعب المصري مش هيمرض لانه بيتعرض لكمية تلوث عالية فشيء غريب، يعني حتى المنطلق اللي هم تحدثوا من خلاله غريب، ولكن لقينا لا هو فيروس، هو الموضوع مش مرتبط بالنظافة. يعني مش تيجي تقولي لحد والله معلش ممكن تعقم ايدك يقول لك لا نظيفة، انت بتشكك في نظافتي، ده ملوش علاقة بالنظافة، ده فيروس، فيروس منتشر بشكل غير طبيعي ومشكلته في انتشاره وبقائه على الأسطح. يبقى احنا نحاول بقدر الإمكان نكون حريصين نحافظ على مسافة التباعد اللي بيننا، خلينا نقول خط الدفاع الأول هو الكمامة، ما نستهونش بيها أبدا. في ناس بتيجي تجامل بعضها مثلا فيبقى لابس الكمامة، أول ما يقابل حد يروح شايل الكمامة، والله لابوسك من غير الكمامة، يعني أنت ده أنت عزيز عليا جدا فهبوسك من غير كمامة، يعني أنا وأنت والكورونا ولا حد. هو بالظبط هي الفكره، بس انه احنا يعني مش هقول دي شعب عفوي وعلى الفطره، انا هقول ده جهل طبعا بحيثيات الموضوع وبمشكله المرض دلوقتي، خصوصا ان المدارس رجعت والاحتكاكات بقت اكتر. كورونا مرض جسدي، يعني مرض بيصيب الجسم، بس لما الجسم بيتصاب بيأثر على النفسيه طبعا، لانه احساس بالعجز، واصعب حاجه ممكن نتعامل معاها احنا يعني كمختصين نفسي. بالظبط، هو اصعب حاجه ممكن تحسيها مع يعني او لما تيجي تعالجي انسان، انه انسان خلاص بيفقد الثقه وبيفقد الامل وحاسس بالعجز، ازاي بقى تحسسيه انه في امل وان الحياه لسه قدامه، خصوصا ان هو بيبقى دور صعب على ناس كتير قوي، وفي ناس بينتهي الامر معاهم بالوفاه. الله يرحمهم طبعا جميعا كل هؤلاء. ولكن الفكره في نقطه مهمه جدا، وهي ان انا بدل ما يعني اقعد اندب حظي واندب المحنه اللي احنا فيها، طب ما نبص لها من جانب اخر ومن جانب ايجابي، وهي انها فوقتنا وخلتنا كلنا واحد في موضوع الالتزام وفي موضوع التباعد وفي موضوع النظافه وموضوع التعقيم، كلنا واحد. يعني هي تصيب الكبير والصغير وتصيب الغني والفقير، فاظن ان دي فرصه كويسه قوي علشان نعرف إرادة ربنا وحكمته في إن إحنا نبدأ نحس ببعض بجد ونراقب أفعالنا، والأهم من كده كمان إن إحنا نتخذ الإجراءات الوقائية اللي تحمينا وتحمي غيرنا.